السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد موجه لجماعة الباك إيكو تروازيميكم. بون، في اليوم تاع اليوم درس معروف برشا، ركزوا معايا. جماعة التروازيام، نعاود جماعة التروازيميكو. بون، ردوا بالكم انتوما نورمالمون سنة تقراو جراف، واسألوا جماعة الباك ويمكن تو يعملوا كومنتير ويأكدوا لي كلامي. الجراف كل عام يجي في الباك، في الباك تروا بارتي: graph non orienté, graph orienté, graph probabiliste. هما يعرفوا مليح. انتوما جماعة التروازيام نورمالمون تقراو graph non orienté، واضح؟ معناتها راهو العام الجاي باش تقراوه بريسك هو بيدو البارتي الأولى graph non orienté، بتزيدو عليها graph orienté و graph probabiliste، واضح؟ مالا تبعو شان يوتيوب وسلاتي ايمن اللي هي الحمد لله بدات تعرف جماعة ليكو. خديت تسلم الحمد لله عند جماعة الباكيكو، بداو يعرفوني خاطر نخدم معاهم، عندي بريود وكتبوا جراف في اليوتيوب يخرجوكم فيديوهاتي والنمبر دي في، مع انها شان جديدة ما عملتش عام. ان شاء الله ربي ينجحكم. درسنا اليوم جراف، مش ركزلكم على الجراف نون اورينتي. voici un exemple. بون، ريتو هذا A B C D E F، هذا يسمى جراف. هل A مانيش باش نكتب برشا، جست باش نفسرلكم خاطر كان نكتب تاخو برشا وقت. كان عندك ستيلو ورقة حاول تكتب معايا وإلا كي تفهم خيط. هذا يسمى جراف، انك تشد نقاط هكا هذوما يعملونا جراف. مثال هذا زاد جراف، واضح؟ نجم نعملكم هكا زاد الجراف، فهمتوني ولا؟ بون، هذايا يسمى جراف. باه، معنتها لو شوما جي سميوها جراف، ايتان جراف. باش نحاول نزرب في الكتيبة، ايتان لو شوماجي ايتان جراف. باهي، تو باش تسألوني أكيد على لي بوان هذوما، لي بوان أ بي سي دي أو إي إف، هاذوكم تسموهم سون لي سومي دو جراف. هاذوما البوانات هاذوما الدور الأ والبي والسي والدي والإف، سميوهم لو سومي دو جراف. حتى هما مانيش باش نكتب، هو نورمالمون نكتب A B C D E F سون لي سومي دو جراف، يعني باش نكتب بالكم سون لي سومي دو جراف. دو جراف اشكون هم لي سومي دو جراف؟ ال A وال B وال C D E E F، يعني كتبت ال A وال B وال C وال D وال E وال F سون لي سومي دو جراف. ب، أهم حاجة اللي تجي هذي كيقول لي لوردر دان جراف. لوردر، لوردر دان جراف، ركزوا معايا، إي لو نومبر توتال دو سومي. معناتها كي سألني على لوردر دان جراف هو نومبر توتال دو سومي. هنا قدام السومي واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، دونك تكتب لورد اي سي اي سي، لورد اي سي هو ستة، لورد دي جراف جي اتيكالا سيس، واضح؟ معناتها لورد هو قدام السومي. باهي، لحظة جيست هذوما نورمالمون سي بون، لحظة نفسخ هذا ونكمل لكم. باهي، ديزولي. بون، ريتو هذا العصا، هذا عنده اسم، شنو هو العصا هذا اللي يربط بين الا والبي، اللي يربط بين البي والاو، اللي يربط بين الاو والسي؟ بالفرنسي واش نقولوا لهم؟ لي سيغمون ريليون دو سومي سون دي زاريت. معناتها هذوما لي سيغمون هذوما الريليون لي سومي نسميوهم دي زاريت، واضح؟ سميوهم تتكتب هكا
ما جيت باش نكتب لكم اسمه العصا هذا الريت. واضح؟ معناتها لي سيغمون ريليون دو سومي سون دي زاريت، اسمهم دي زاريت. واضح؟ باهي. ثم كلمة أخرى مهمة على الأخر، شنو معناتها دو سومي أدجاسون؟ دو سومي أدجاسون هكا أدجاسون، راني نفسر لكم بالفلاجة هادو. دو سومي sont adjacents lorsqu'ils sont reliés par une arête. Qui fait A ou B? Sont reliés par une arête. Donc, adjacents. Fontouni ou le, à ta part définition, deux sommets sont adjacents lorsqu'ils sont reliés par une arête. A ou B adjacent. A ou C adjacent. A ou E adjacent. E ou F adjacent. Quatre femmes arrêtent par binette. A ou B, le F ou A ne sont adjacents. Le B ou D ne sont adjacents. Déjà, D ne sont reliés par un cas. Femme, tu deux sommets sont adjacents lorsqu'ils sont reliés par une arête. Voilà. B. أهم حاجة توا اللي نفهم عليها برشا اللي هي الدوغري، الدوغري دان سومي. باهي، شنو هي الدوغري؟ الدوغري دان سومي، ركزوا معايا. لو دوغري دان سومي، إي لو نومبر داريت دون سي سومي إتيم إكستريميتي. شنو هي نقصد؟ معناتها، نعاود لكم قلت لو دوغري دان سومي، إي لو نومبر داريت دون سي سومي إتيم إكستريميتي. معناتها لو نومبر داريت dont le sommet est une extrémité. قدام انا ريت الاكستريميتي نتاعها ا هيك واحدة اثنين ثلاثة هاي معناتها الديغري دو اتر و معناتها عجبتني ديفينيسيون عجبتني على الاخر لو ديغري دان سومي اي لو نومبر دو ريت دون دي او ان تي دون سي سومي ايت اون اكستريميتي معناتها دون سومي هذه تكون اكستريميتي اهي هذه الارات اكستريميتي نتاعها ا هذه الارات اكستريميتي نتاعها ا هذه الارات اكستريميتي نتاعها ا قداش من الارات ثلاث بالفلاجي كذا مرات كثير الديجري دو ا شوف ال ا قداش خرج منها من عصا واحد اثنين ثلاث معناتها الديجري دو ا تروا هاي نشوفهم بعضنا البي ديما تجي في الاكستريميتي ما هيش ما تلبسش كعبة اثنين ثلاثة أربعة الديجري دو بي هي أربعة كات الديجري تكتب هكا دغري بون واضح هذه تكتب هكا فهمتوني ولا دونك الدغري نتاع ال 3 الدغري نتاع ال 4 الدغري دو سي 3 هاي مره 2 3 دي 0 ما هيش مربوطه في حتى واحد باهي لا اله الا الله محمد رسول الله bon, on va vous définition encore. Le degré d'un sommet et le nombre d'arêtes dans ce sommet est une extrémité. B. Bon, je t'adresse comme définition encore. Après, on a juste un facteur. Bon, tu as une notion encore. C'est un sous-graphe. Et je n'ai pas de sous-graphe. هذا هو الجراف نتاعنا الكبير اللي اسمه جي قلنا الاوردر نتاعو سيس اللي هو نمبر دي سومي 1 2 3 4 5 6 سو جراف هو كما قلنا احنا جراف صغرون في وسط معناتها بار اكزامبل ناخذ ال ا بي سي هذايا يسمى سو جراف واضح معناتها في وسط بار اكزامبل ناخذ او سي بي سو جراف واضح معناتها بار ديفينيسيون اسمعوا معي par définition un sous-graphe de G est un graphe composé de certains sommets انا مثل كديت ال A B E يتكون من السومي ال A وال B وال E نعاود لكم un sous-graphe de G est un graphe composé de certains sommets par exemple هذه يتكون من ال A وال B وال E et de toutes les arêtes qui sont reliées ces sommets معناتها من les arêtes اللي يربطوا لي سومي هذوما اللي هي A B وال B E وال A E هذه ديفينيسيون دان سو جراف نورمالمون في الفلكي فهمتوها هو جراف
يتكون من الليسومير بتاع الجراف الكبير مثل اللي جنبك اف بي او واضح، وتيتال سورت السوميم بتاعهم الكل يكونوا مربوطين، معناتها بالتال سورت كما قلت لكم بكري نحكي بالعربي باش تفهموا يتاك تول دي توت لي زارات قلت كي ريلي سي سومي فهمتوني ولا عاودت ديفينيسيون ان سو جراف دان جراف جي كومبوزي دان جراف كومبوزي يتكون دي سارتا سومي اي دي توت لي زارات كي ريلي سي سومي معناتها ومن لي زارات اللي لي زارات اللي زاوريتهم تكون ريلي سي سومي واضح. هذا فيما يخص سو جراف. واش معناتها جراف كومبلي؟ والا بون مثل ان جراف كومبلي نفسر هيكم ديجا كومبلي كتبنا هكا او بيان احنا الاكثرين نكتبو سو جراف كومبلي. نقول لكم من بعد واش قلت سو جراف كومبلي واش معناتها لورسك سي سومي دون دو زا دو ادجاسون معناتها جراف كومبلي كيبداو سومي كل مربوطين ببعض. نعطيكم اكزامبل هوني كيف الجراف هذا انا باش نعملو عجلب باش نعطيكم ان سو جراف انا زيد تبع معناتها انا قبل عطيتكم نوسيون تاع سو جراف قلت لكم اللي هو جراف يتكون من لي سومي من الجراف هذوما واضح ودي تال سورت لابيت سومي يكونوا فما دي زارات ريليسي سومي كيف بار اكزامبل ا بي او سما سو جراف واضح بي او سي تو سو جراف كومبلي مش معناتها ان سو جراف كومبلي باش نرسم لكم اكزامبل عباره على الجراف هذا خديت منه سو جراف اللي هو A, B, C, E. ريتو هذا يسمى أنسو جراف كومبلي. علاش بالفلاجي ريتو يسمي الكل مربوطين ببعض. مش اللون تو معناتها كومبلي ريت C مربوطة بالA يلزم C تكون مربوطة بهم الكل ومربوطة بالB ومربوطة بالE. كيف كيف الA مربوطة بالB ومربوطة بالE ومربوطة بالC. كيف كيف البي مربوطه بالأ ومربوطه بالسي ومربوطه بال والاو كيف كيف معناتها ان سو جراف كومبلي بار ديفينيسيون لورسك سي سومي سون دو زا دو ادجاسون فهمتوني ولا معناتها ادجاسون كيف فسرت لكم بكري معناتها فما ارلي تربط بينات يلزم السومي نتاعو دو زا دو ادجاسون معناتها ان سو جراف كومبلي يلزم شاك سومي يكون ادجاسون تو لي زوت هاك سي البي ولا الا ولا والاو كيف كيف واضح. هذا شيء معناته ان سو جراف كومبلي ان سو جراف كومبلي دان جراف جي معناته يلزم نشوف الجي نلقى فيها صحيح باش تبقى تلوج اما ما فيها شيء يلزم تلقى ان سو جراف دي تيل سور تو لي سومي سون دو زا دو ادجاسون كيف ال ا بي سي او هذه سي ان سو جراف كومبلي. نتعداو للبارتي الاخرى. بون تو كيف ما تلاحظوا معايا عملت تابلو في سومي وفي دوغري. تابلو هذا باش تخدموا به برشا في الجراف باهي فما ريلاسيون باش نقولها لكم ديجا هي اسمها ريلاسيون اونتخ لو نومبر دارات اي لا سوم دي دوغري معناتها لو نومبر دارات اي لا سوم دي دوغري دي دوغري اس هذه هي سوم دي دوغري نقصد به اللي هي 3 مع 4 مع 4 أو باش نجمع هذوما 3 بلس 4 بلس 4 بلس 0 بلس 4 بلس 3 اون تروف 4 بلس 4 8 بلس 4 12 بلس 3 15 بلس 3 صافي 18 باهي نعاود قلت لكم ريلاسيون اونتر لو نومبر داريت اي لا سوم دو ديغري. بون لا سوم دو ديغري قلنا 18 نشوف النومبر داريت نومبر داريت قداه. بون واحدة هذه نقصد بها نومبر دارات راني باش نربح الوقت درس طويل على الاخر معناتها باش تعملوا يلزمك برشا وقت على ذاك ما نكتبش ياسر اما جيس تسمعوني نومبر دارات كعبة 2 3 4 5 6 7 8 9 9 اش نيت لاحظ النومبر دارات هذا يا سيدي نسميه دي نسميه دي دي نقصد بها نومبر دارات هنا remarquons que le sum de degrés est 2 fois d
avec D le nombre d'arêtes. Donc, par définition, la somme de degrés d'un graphe est égale à deux fois le nombre d'arêtes d'un graphe, du graphe, simplement. معناتها الصوم دي ديجري معناتها كي نجمع الديجري هذوما الصوم نتاعهم مجموعهم هو دو فوا نومبر دارات معناتها ابارتير دو لا صوم دي ديجري نجم تعرف النومبر دارات نومبر دارات هو الصوم ديفيزي بار دو ابارتير دو نومبر دارات فو بوفي معناتها تعرف نجم تعرف الصومي معناتها كي يبدا عندك النومبر دارات فوا دو تلقى الصوم دي ديجري واضح qui est dans le nombre d'arrêts, t'as le fois 2, t'as le somme de degré, qui est dans le somme de degré, t'as le nombre d'arrêts. En chaque fois, tu n'es pas le même chose, subhanallah, la somme S du degré d'un graphe est égale à deux fois le nombre d'arrêts du graphe. Et S, il est au somme de degré, il est 2 fois le nombre d'arrêts, il est au D. Voilà. Ben, il y a une façon de faire que l'arrêt. ب البارتي هذه تابعة جماعة الباكيكو أما مثالش جماعة التروازيم ينجم يتابعوني فما بارتي اسمها كيفاه نخرج الماتريس أسوسية عن جراف بالطبيعة جراف نو أوريونتي هذا اسمه ماتريس أسوسية عن جراف بون نورمال مون سي بون نبدأ ديما من أ للأ زيرو هذه لاستيس اللول ريتم الـ A للـ A 0 ديما من السمي اللي هي نفسها أول حاجة سامحوني أستيوس هذي تحط الألفابي منظمين معناتها كيما نقولوا وحنا أو نيميروتي لي سمي دون لوردر ألفابيتيك معناتها يلزم فما نظام من A للـ D A B C D E F نعمل بالطول وبالعرض واضح A B C D E F من A للـ A 0 من B للـ B 0 نبدأ بهذو المسائل من C للـ C 0 بالطبيعة انت تبدا عندك ورقة انا نوار ما نجمش من دي لدي زيرو من دي لزيرو بون تعدى وتقول اثنين بون من الا للبي الا مربوطة في البي حط واحد ريت وقتش حط واحد كي يبدا كي تبدا الا والبي ادجاسون معناتها فما عريت بينتها من الا للسي واحد الا للدي الا والدي ما فماش عريت بينتها ماهمش ادجاسون دونك حط زيرو من الا للاو واحد من الـ A للـ F 0 خاطر ماهمش مربوطين ب من الـ B للـ A انت تذكر ما دام الـ A للـ B 1 من الـ A للـ B 1 دونك من الـ B للـ A 1 خاطر هما فما الريت بيناتهم ديجا من الـ B للـ A 1 من الـ B للـ C من الـ B للـ B 0 من الـ B للـ C 1 من الـ B للـ D 0 من الـ B للـ E 1 من الـ B للـ F 1 فهمت وقتاش تحط 1 كيبداو مربوطين من C لل A 1 من C لل B 1 من C لل C 0 من C لل D 0 وهيك ماهمش مربوطين حط 0 معناتها ما فماش أريت بيناتهم سيجمون هو أريت اسمه من C لل E 1 من C لل F 1 ال D تو ال D كلهم 0 ديجا هي إيزولون وحدة عملتها بالعاني هذي 0 ب من الـ E للـ A 1 من الـ E للـ B 1 من الـ E للـ C 1 من الـ E للـ D 0 من الـ E للـ E 0 من الـ E للـ F 1 واضح الأخرى F بون من الـ F للـ A 0 من الـ F للـ B 1 من F لل C 1 من F لل D 0 من F لل E 1 من F لل F 0 هكا نكونوا عملنا الماتريس بتاعنا هذا يسمى ماتريس أسوسية عن جراف معناتها أنت كيف تجي تجاوب تقول لا ماتريس أسوسية أو جراف جي إي لا ماتريس لا ماتريس أسوسية أو جراف جي إي هذا وتعمل كيما وريتك هذوما من بعد تفسر يعني باش تفسر جيس باش تفهموا بيهم إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو باهي هذا فيما يخص الماتريس أسوسية عن جراف باهي كانت لاحظوا ركزوا معي تو
بون ما نجمش نرسمها معاهم. ريتو كان تلاحظوا تحسوهم سيمتريك هذوما. شو تو تفهموا شو هو معناتها كان نقص نطبق الماتريس نطبقوا هاك يجوا فوق بعض او هذا واضح او كزيرو وهاك مقابل النصف اتسيتيرا واحنا ماشيين معناتها بار ديفينيسيون كان ما تكتبوش اللي عنده ورقة وستيلو يكتب سينو معناتها يتبعني يفهم ويعمل كور في القسم يعاود يتفرج في الفيديو. La matrice associée à un graphe non orienté et symétrique. Redoubelle et symétrique. Voilà. Bien, n'est-ce pas le diagonal interne et le diagonal. Attends, la matrice associée à un graphe non orienté et symétrique. Bien, face à je ne veux pas. Bon, Inch'Allah, qui t'apprend le bar, n'est-ce pas le bar qui go. كيف كيف هي في الباك الماتريس التروازي ما يقراهوش في الجراف اورينتي ماهوش سيمتريك. يبدا جراف اورينتي الماتريس ماهوش سيمتريك بالنسبه للدياجونال ماهوش سيمتريك بالنسبه للدياجونال بتاعه واضح. اما احنا هنا جرافنا اورينتي سيمتريك واضح. بنفسخ هذا ونرجع نكمل بون عنوان جديد اهو كالبرلوز هذا coloration d'un graphe. Bon, par définition, qu'est-ce que ça veut dire? Colorer un graphe consiste à affecter une couleur à chacun de ses sommets de telle sorte que deux sommets adjacents ne portent pas la même couleur. Colorer un graphe consiste à affecter une couleur à chacun de ses sommets de telle sorte que deux sommets adjacents ne portent pas la même couleur. بالعربية باش تلون جراف معناتها كولوري ان جراف انك تمشي كل سمي وتلونها دي تيل سورت شاك دو سمي ادجاسون ما عندهمش نفس الكولور. مثال انا باش نلون البي بالروز دونك الا ما يلزمنيش نلونها بالروز. الا مثال نلونها بالفير عليه لخاطرهم ادجاسون فهمت. كولوري ان جراف معناتها consiste à affecter une couleur à chacun de ses sommets de telle sorte que deux sommets adjacents ما عندهمش نفس الكولور ne portent pas la même couleur. واضح دونك هذه بالعكس واضح خاطرهم ادجاسون ديزولي ادجاسون دونك الكولور لازم يكون ديفيرون يبدو الاسمين في بعضهم. واضح باهي بيركزوا معايا حما ملاحظه مهمه على الاخر لا كولوراسيون دان جراف ردوا بالكم راهي بوسيبل ديما معناتها اي توجور بوسيبل. تو باش نتعداو الحاجة غريبه في الاسم شوي اسمها نومبر كروماتيك. بون باش نقصدوا بيه هذيا هو نقصد به لو بلي بيتي نومبر دو كولور بيرميتون دو كولوري سو جراف. معناتها هو اقل نومبر نجم نكولوري به الجراف هذا. واضح مثال ماذا بيا نستعمل اقل الوان اقل نومبر دو كولور فهمتوني واش نقصد بها به. بون سامحوني تبعوا معايا تو وصلنا للنومبر كروماتيك بار ديفينيسيون قلنا هو اقل نومبر بكل معناتها اللي نجم نلون به هذا الجراف نتاعو باهي سامحوني بون بار ديفينيسيون كان عندك ستيلو اكتب لو نومبر كروماتيك دان جراف او لو بلي بيتي نومبر دو كولور بيرميتون دو كولوري الجراف نتاعنا معناتها اقل نومبر دو كولور سامحوني اقل نومبر دو كولور بيرميت دو كولوري الجراف نتاعنا معناتها
كيفاش بون تو باش نوريكم كومون ديتيرميني لو نومبر كروماتيك كومون انكادري النومبر تاعنا بار ديفينيسيون. ركزوا معايا ريتو دلتا هذه هي البلي جروند ديغري دي سومي اللي هي اقوى ديغري اربعة هكا معناتها اكبر ديغري عندنا اربعة النومبر كروماتيك اصغر من دلتا بلس ان قاب شوف اكبر ديغري اللي هي اربعة وتزيدها واحد دونك باش يكون اصغر من اربعة مع واحد اللي هي خمسة هكا سامحوني لهنا مش اير ديزولي لي لمخر وانا ساهر نجم نغلط معناتها ديزولي يا. هذا اللامدا اللي هو نومبر كروماتيك بون اللي هو اقل نومبر دي كولور نجم نلونو بيه الجراف نتاعنا بون قلنا اقل من دلتا بلس ان افيك دلتا لي بلي جرون ديغري دو سومي نشوف اكبر ديغري اللي اربعة وزيدها واحد خمس واكبر من اير اير هو شنيا اوترمون سي اير اي لوردر دان سو جراف كومبلي دان جراف اون جينيرال alors le nombre chromatique de ce graphe est inférieur ou égal à R. Maintenant, R est l'ordre d'un sous-graphe complet d'un graphe. Par exemple, là, tu vois, comme un ébec qui te rejoint, je ne sais pas le temps, tu vois, un graphe complet. Donc, هو أكبر من l'ordre نتاعه. Maintenant, par définition, supérieur ou égal à R, avec R l'ordre d'un sous-graphe complet d'un graphe, و الجراف هذه اللي نحب نلونه شوف سو جراف كومبلي في النومبر كروماتيك اكبر من وهنا اصغر من البلي جراند ديغري دو سومي تشوف اكبر ديغري وتزيدها واحد باش تكونوا فهمتوني باهي باش نعرفش زعما نكمل ما نكملش زعما قاعدين نتبعوا باهي بوز وهنيجيكم باهي تو بارتي جديدة اسمها جراف كونكس جراف كونكس بار ديفينيسيون شنو معناتها جراف كونكس ان جراف كونكس لورسكيل اكزيست ان شين ريليون دو سومي ركزو معايا دو سومي كيلكونك دو سومي كيلكونك دي جراف معناتها ان جراف كونكس سيل اكزيست ان شين ريليون دو سومي كيلكونك دي جراف بالفداكي كي نشوف الجراف هذا ا بي سي دي معناتها يلزم اي دو سومي نجم نوصل لهم لان نلقى طريق بينات مثل من A للB ها نمشي من A للC من C للB مثل من C للD نمشي من C للB من B للD دونك كونكس معناتها كي تاخذ اي سومي تحب توصل للاخرى تلقى شيء تاتر مثل من D للB ها من D للB من D للC نمشي من D للB من B للC فهمتوا واش معناتها كونكس معناتها il existe une chaîne reliant deux sommets quelconques فما شين تربط دو سومي كيلكونك هذا كونكس هذا نو كونكس عليه مثل باش تمشي من A لD ما فماش عبارة قنطرة عبارة انت ماشي في كياس هذه كهربا تلقى قنطرة دونك هذا ايش معناتها نو كونكس مش مربوطين معناتها هذا عبارة A وهذا عبارة D ريت دونك نو كونكس من بين C صحيح من بين D نجم اما من C لB ما نجمش هو قال لك il existe une chaîne reliant deux sommets quelconques معناتها اي دو سومي معناتها حتى الاول دي لازم نلقى شين اما هنا ما فماش فهمتوني ولا دونت نو كونكس هذا في يخص شنو معناتها جراف كونكس بون تو حاجه مهمه على الاخر ساعات يجي يسلك يقول لك لو جراف ادمي ان سيكل اولريان ادمي ان شين اولريان قبل كل شيء يلزم الجراف نتاعنا يكون كونكس بالطبيعة تقول بار اكزومبل جو فو مونتري كان جراف كالكونك مش الجراف هذا ان جراف كالكونك بوسيد ان سيكل اولريان يلزم نقول انه لو جراف جي كونكس تو لي سومي دو جي سون دو ديغري بير معناتها لو جراف جي كونكس تو سي سومي سون دو ديغري بير اذا كان يكون عنده سيكل تعمل التابلو هذا يلزم كلهم يكونوا بير مثال يكونوا دو كا دو 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 دونك راهو عنده سيكل اولوريان معناتها باش تبين عنده سيكل ولا شين اول حاجه لازم تعمل التابلو هذا وبالطبيعة لازم يكون كونكس كل جراف جي كونكس تو سي سومي سون دو ديغري بير الور ادمي ان سيكل اولوريان باهي
ينجم يسألني يقول له عنده شان إليريان. بون شان إليريان تختلف. يقول جراف جي كونكس تو سي سومي دو دغري دو دغري بير سوف اكزاكتومون دو سومي سوف اكزاكتومون دو سومي دو دغري امبير. معناتها حبيت نقول لكم تو سي سوم باش يكون عنده شان إليريان يلزم جراف جي كونكس et tous ces sommets de degré pair et admet exactement deux sommets de degré impair. Par exemple, il y a des sommets, il y a des degrés. Là, il y a un A, B, C, D, E. On a 2, 3, 4, 4, 2. 3. Tous les sommets sont de degré pair, sauf exactement deux sommets de degré impair. Là, on a un sommet, un sommet, un tableau de terre qui fait un. هذا الدجري ما يهمنيش هوني الاسم نتاع السومي تاع مثل ا بي سي دي كلهم نزيد واحد اخرى مثل هذه 3 هذه 2 هذه 4 هذه 4 وهذه مثل 3 اهو كلهم بير وعندو اكزاكتومون 2 امبير دونك ادمي اون شين اوليريان. معناتها تقول جراف جي كونكس tous ces sommets de degré pair et admet exactement deux sommets de degré impair, donc admet une chaîne eulérienne. Ou l'extrémité de ta chaîne, مثل تخرج من A, تروح في E. Ou l'axe تخرج من E, تروح في A. Je vais vous donner un exemple. L'exemple dit que يخرج من le degré impair. فهمت الله؟ تخرج من الامبير ترجع للامبير مع تخرج من A ترجع لل E أسوار لهنا B انتو الاكزرسيس C ترجع B مرة أخرى D المهم تخرج من A ترجع لل E معناتها هما الاكستريميتي نتاعها. معناتها عاودت لكم سيكل إليريان باش تبان عنده سيكل إليريان معناتها كونكس و تو سي سومي دي دغري بير شان إليريان كونكس تو لي سومي دي دغري بير أدمت إكزاكتومون دي سومي دو دغري امبير وعندو معاها كان زوز هكا هو دو دغري امبير. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. سامحوني تعب شوي على ذاك ما كتبت لكمش جيست حبيت نعمل فيديو بقى في قلبي كنقول واحد حبيت نعمل جراف نو اوريونتي نفسرو بالفلاقي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. متنساوش تعملو ابوني ماكس اب بارتاج الفيديو ربي ينجمكم.